دلوقتي ينضم لنا عبر الهاتف سفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة سفير، مساء الخير على حضرتك. ويمكن بنتحدث على 70 عام من العلاقات المصرية الألمانية في ضوء ما تبعت اليوم وما رأيت من لقاءات لسيد رئيس عبد الفتاح السيسي، مستقبل العلاقات المصرية الألمانية في ضوء المستشارية الجديدة. والله أنا عايز أشير في البداية إلى نقطة مهمة، وهي في ما يسمى الدبلوماسية الرئاسية. يعني سيادة الرئيس بيتحرك بشكل ديناميكي ونشط على مستويات مختلفة، بيفتح أبواب يعني يعمق العلاقات مع الدول المختلفة، وبالتالي على المؤسسات الدولة أن تجد هذه الفرصة في هذا، بعد ما الرئيس بيقوم بهذه الجولات لكي تتحرك وتبني علاقات أكثر وأكثر اتساعا وأكثر شمولا. دي النقطة الأولى. الدبلوماسية الرئاسية الحقيقة بتثبت أنها فعالة جدا في هذه الفترة. طبعا شفنا مشاركة السيد الرئيس في مؤتمر جدة وفي العلاقات التي أقامها مع الولايات المتحدة ومقابلته بايدن، ثم مقابلته مع الرؤساء العرب، ثم الكلمة الممتازة التي ألقاها في مؤتمر جدة التي أثارت إلى محاور متعددة في التعاون الإقليمي والتعاون الدولي. أرجع بقى للنقطة الثانية وهي زيارته لألمانيا. احنا دلوقتي بنحتفل زي ما اشرتي بمرور 70 عاما على العلاقات المصريه الالمانيه، وفي علاقه يعني لها خصوصيه معينه بين المانيا ومصر من زمان. هذه العلاقه توطدت لفترات معينه، ثم يعني لم تتوطد او لم تتعمق لفترات اخرى، ولكن في الفتره الاخيره في اثناء الرئاسه للرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت مصر انها تعمق هذه العلاقات على مستويات متعدده. صحيح، قفزات متتاليه خلال السنوات الماضيه. بالظبط، ده على مستوى سياسي وعلى مستوى اقتصادي وعلى مستوى عسكري وعلى مستوى تكنولوجي وعلى مستوى تعليمي. يعني كل الافاق المختلفه دي صحيح. حصل فيها تقدم كبير جدا. في الزياره الحاليه في نقطه مهمه وفارقه، وهي ان مصر بتشترك مع المانيا في انها بتدفع بالمجهود العالمي لتحقيق يعني اهداف اتفاق باريس بخصوص البيئه والمناخ، وخصوصا ان احنا يعني على ارضنا وبخيرتنا سينعقد مؤتمر المناخ في نوفمبر. وبالتالي في كلمه السيد الرئيس اشار الى ثلاث نقاط اساسيه مهمين جدا يعني يجب النظر اليهم. النقطه الاولى انه يجب ان يكون هناك تعاون مشترك في تطوير التكنولوجيا المرتبطه بالبيئه، سواء في مجالات الطاقه او مجالات الزراعه او مجالات مختلفه، وتحدث عن هذا باسهاب. ثم نقطه اخرى وهي فكره الانصاف، أن يكون هناك تعاون مشترك بحيث أن هذه التكنولوجيا وهذه الإمكانيات وهذه التمويل هذه المشاريع تكون موزعة بطريقة منصفة على كافة دول العالم، وخصوصا أنه أشار أن المنطقة العربية والمنطقة الإفريقية أكثر منطقة متضررة من تغير المناخ. سعادة سفير، يمكن حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدائم عن أفريقيا في كل المؤتمرات حديث لافت. يعني السيد الرئيس لم يتحدث أبدا عن مصر فقط، ولكن يتحدث دائما عن أفريقيا أيضا. بالضبط، يعني هو مصر لها دور رائد في افريقيا وفي المنطقه العربيه، وبالتالي عندما تتحدث عن اي تحرك دولي بتتحدث اساسا عن ارتباطها بالقاره الافريقيه وقيادتها للتحرك في افريقيا بالنسبه للتنميه وبالنسبه للعلاقات المختلفه السياسيه وفض النزاعات وما الى. ولكن في هذه النقطه بيتحدث عن الانصاف والعداله مش بس لافريقيا، وللعالم ككل. واشار الى هذا انه يجب ان يكون هناك عداله في توزيع التمويل المرتبط بالمناخ. يعني مش ما يجبش ان احنا نتكلم على التكنولوجيا دي وتطويرها في الغرب ونترك الشرق ونترك الجنوب. ويمكن سعاده السفير تحدث عن افريقيا في مساله الموارد، انه يعني ما تفضلش الموارد الافريقيه بتؤخذ ومش بتصنع داخل افريقيا. بالضبط، دي نقطه برضه هامه جدا، وهي فكره العداله في استخدام الموارد، وخصوصا لفتره طويله جدا كانت افريقيا مصدره للموارد ولا تستفيد منها بقدر الموارد اللي يسمى البدائيه التي المصادر البدائيه وما اليه، ولا تصنع في افريقيا. ولكن في الفتره الحاليه يجب ان ننظر اليها بشكل مختلف، ويجب ان نتحرك بطريقه مختلفه على المستوى العالمي. الحقيقه موقف مصر في قضيه المناخ موقف ممتاز، وتحرك الرئيس تحدث عن المبادرات التي قامت بها مصر والتي تقدمها في المجتمع الدولي بخصوص المناخ، بخصوص تاثير الطاقه البترول وما اليه، تاثير وايضا تاثير المناخ على مجالات اخرى. واشار بالتاكيد ما يجبش احنا نبص بس على فكره الطاقه والفحم والبترول وما اليه، ولكن يمكن نبص منظر ايضا على تاثيرها على مجال الزراعه، صحيح، على مجال الصناعه،
على المجالات المتعدده حتى في الصيد وحتى البحار والتصحر. التصحر دي قضيه مهمه جدا في افريقيا. فبالتالي هذه القضايا عندما تثيرها مصر وتثيرها بهذه الطريقه بتؤكد على امكانيه التعاون الدولي المشترك. ان تقوم مصر بدور رائد في دفع التعاون في هذا المجال دي نقطه هامه جدا ستساعد على بناء دور مصر العالمي والاقليمي. صحيح سعادة السفير، يعني زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، فقضية المناخ هي قضية وجودية بالنسبة للجميع. عايز أروح مع حضرتك لمسألة الطاقة والتعاون ما بين مصر وألمانيا في ملف الطاقة، وحسب تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أنه مصر على استعداد في التخفيف عن الأزمة، أزمة الطاقة اللي تعاني منها ألمانيا ويعني أوروبا في مسألة على قدر الإمكانيات المصرية. بالضبط، يعني الحقيقة مصر كانت تقدمت خطوات قبل حتى هذه المشكلة وقبل مشكلة حرب أوكرانيا وتأثيراتها الخطيرة على احتياجات أوروبا للغاز وللطاقة. تقدمت بأنها بدأت تحركت في فكرة المنتدى غاز الشرق المتوسط. الشرق المتوسط للغاز. وبالتالي عندما يتحدث الرئيس بيتحدث أن عنده آلية جاهزة موجودة. صحيح. التعاون المشترك ما بين 4 أو 5 دول في شرق البحر المتوسط، قبرص واليونان ومصر وإسرائيل ودول أخرى بتدخل معانا، ستؤدي هذه الآلية تستطيع أن تقوم بدور في تقديم الغاز وتصديره إلى خصوصا كل الإسالة، مصانع الإسالة والعامل موجودة في مصر في دمياط في المنطقة المختلفة في مصر. بل كل الدول دي بتبعت إلى مصر ومصر تبعتها مسالة في السفن وما إليه إلى أوروبا. وبالتالي عندما يتحدث الرئيس بيتحدث عن حاجه فعليه موجوده، هذه الاليه بتساعد فعلا اوروبا. وكان جاءت المفوضيه المفوضه الاوروبيه الى مصر وقعت اتفاق مع مصر بهذا الخصوص. وبالتالي احنا بنتكلم على حاجه محدده يمكن لمصر ان تقوم فيها بدور رائد وقائقي هذه. ولكن بالاضافه الى هذا فان هناك رؤيه مشتركه ما بين مصر والمانيا انه يجب ان نقلل من النزاعات ونحتوي الصراع الروسي الاوكراني ونحاول نخفف من المشاكل التي ترتبت عليه سواء بالنسبه للمشاكل الطاقه والغاز وما اليه، ودي حتؤثر تاثير خطير على اوروبا في اثناء الشتاء، وايضا على مسائل الغذاء والقطاع الغذاء والتموين وما اليه الى الدول المختلفه. بالتالي الرؤيه المشتركه اللي اتطورت وضحت في البيان الصحفي او في المؤتمر الصحفي اللي تحدث فيها السيد الرئيس. ويمكن سعاده السفير مساله الغذاء على وجه التحديد كان هناك تصريحات للمفوضيه الاوروبيه انه هتتعاون مع مصر ومع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص ازمه الغذاء يعني بسبب الازمه الروسيه الاوكرانيه. بالضبط، يعني هو في تعاون مشترك ما بين المفوضيه الاوروبيه او اوروبا الاتحاد الاوروبي ككل ومصر، وفي ايضا تعاون مشترك ما بين الولايات المتحده ومصر في هذا. حتى الرئيس الامريكي اعلن عن ان الولايات المتحده ستقدم مليار دولار لمساعده المنطقه العربيه وشرق وشمال افريقيا. ولكن كل هذه بتقوم على الافكار المستقبليه اللي ممكن يحدث في المستقبل. علينا الان نتحرك بطريقه منظمه، وده اللي بتعمله مصر انها على الاقل بتحمي نفسها من ناحيه نقص الغذاء بانها بتستورد الكميات المناسبه، وايضا بتحاول انها تشارك في عمليه انها تحتوي المشاكل التي يعني عرقلت تصدير المواد الغذائيه والحبوب وما اليه من اوكرانيا ومن روسيا. وهذا الاحتواء ما زال مستمر، يعني دايما الصحافه العالميه بتتكلم عن دور تركي في هذا ودور غربي في هذا، ولكن ايضا في دور مصري ولكن فعال، ولكن ليس على مستوى اللي بيدخلش في العالم بهذا الشكل الكبير ده زي ما تركيا بتعمل. وبالتالي التحرك المصري المشترك مع المانيا سيساعد المانيا وسيساعد مصر، وده هو النقطه الاساسيه في زياره الرئيس لالمانيا في هذه الظروف بالذات. ايضا سعاده السفير كان هناك حديث لقاء ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيره الدفاع الالمانيه، وهناك يعني تصريحات لوزيره الدفاع فيما يخص مساله اللاجئين وما تم في مساله اللاجئين، يعني نوع من انواع يعني مصر تستضيف 6 مليون لاجئ، وان كنا يعني زي ما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما بنقولش عليهم لاجئين، فهم بيتمتعوا بكل الحقوق الاساسيه زي المواطن المصري بالظبط. دي نقطه الحقيقه محتاجه الى ايضاح من الجانب المصري، لان اوروبا بتتكلم دايما عن اللاجئين ومشكله اللاجئين بالنسبه لتركيا، وتقدم لتركيا مساعدات لهذا وبتقدم لدول اخرى من الاردن وما اليه. لا يتحدث احد عن العبء الذي يقع على مصر في استضافه عدد ضخم جدا من اللاجئين. صحيح. وعدد ضخم من المهاجرين المؤقتين بصرف النظر من اللاجئين يعني.
يعني سواء من السودان او من الصومال او من المناطق الافريقيه المختلفه او من سوريا ومن لبنان ومن مناطق المتنه ومناطق فلسطين. يعني عندنا مشكله كبيره، 6 مليون زي ما حضرتك بتقولي ده دوله كامله. وبالتالي كان يجب ان يكون هناك اتفاق للمساعده في ان العبء ده ما تتحملوش دوله مصر لوحدها، وخصوصا في الظروف الحاليه بتاعت الحرب الاوكرانيه وما اليه وتاثيرها على الغذاء والطاقه وارتفاع الاسعار وما اليه. وبالتالي دي احد النقاط اللي الرئيس بيطرحها بطريقه دبلوماسيه وسلسه، بحيث انها ما بنقولش احنا لا نطلب من احد حد، ولكن يجب ان تعلموا ان هناك فعلا عبء على الدوله المصريه وعلى الشعب المصري ان احنا بنساعد بدون ان نتحدث عنه بهذا الشكل. صحيح. سعادة السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا.